أنا انشحطت من 5 مدارس، وبقلب هول المدارس ما لقيت حتى شخص واحد يقول لي أنت حلو، بلا فيك قوم مثل ما أنت قوم. كرمال هيك قررت إنه أنا يلي أقول للناس قديش هن حلوين، ومن هونيك وبالرايح يقوموا ويعملوا. في شاب حالياً سافر من لبنان على دبي حتى يتوسع بنجاحه من فكرة بسيطة. مين هو وبشو نجح وشو بيفرق عن غيره؟ هاي ناس نيوز العربية، أنا اسمي أنطوني، ويلي بعمله 24 ساعة 7 أيام بالأسبوع هو نقول للناس إنه هن حلوين. بعالم التحفيز وتطوير الذات منشوف كتير ناس مثل أنطوني، بس بلبنان هالشباب عددهم كتير قليل، وأوقات ممكن نلاقي صعوبة بأنه نفهم شو قصدهم، لأنه عبارات التنمية البشرية علمية كتير وشوي صعبة. أنطوني عمل شيء مختلف، حكى مع الناس بالطريقة الشعبية وبكلمات بسيطة وسهلة يفهموها نستخدمها بحياتنا اليومية. بس شو قصته ومن وين بلش؟ لما كان أنطوني صغير انطرد من 5 مدارس بسبب شوية خلل بالسلوك، وكان بيتمنى إنه أهله والمدرسة يقدروا موهبته بالرسم والموسيقى. كان عبالي فوت على مدرسة تعلمني لما بتفركشوا وقع ارجع قوم وكفى. كبر أنطوني وما حدا ساعده، فحب يكون الشخص اللي كان بحاجته هو وصغير. أولاً قرر يساعد الناس المحتاجين بلبنان، جمع فريق من الشباب ودعموا المحتاجين. الفريق اليوم اشتغل ضحية كتير كبير لإله، شوية تقدير إيفنتس تيم والكارس، ضحية لإلكم. بس بعد كام سنة لقى أنه ما في شيء عم بيتغير بلبنان، وغير السؤال من كيف بيقدر يساعد الفقير لسؤال ليه في فقير أصلاً. فكر وبحث كتير بعلم النفس حتى اكتشف السر وخبره للناس. أنت جواتك جوا 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 في قوة حياة كتير رهيبة، قوم هلأ قوم. بس كيف بده يقنع العالم بهالكلام؟ بلش مبادرة شوية تقدير، راح على المدارس وما خلى محل بلبنان ما نشر فيه طريقة تفكيره. صار يعلم الناس باللهجة المحلية بلبنان كيف يقدروا ويحبوا حالهم ويقول لكل حدا أنت حلو، حتى أنه غير الأمثلة الشعبية مثل ما طالع من أمرك شي لا طالع من أمرك كتير، وردد بالعامية قوم بقى. عمل كتير حملات على السوشيال ميديا واختار ممثلين للمبادرة من مثل طوني عيسى. مبادرات أنطوني علمت الناس بلبنان أنه يكون عندهم شوية تقدير لحالهم وكيف يتقبلوا ظروف البلد، ما ينطروها لتتغير، لأنه منقدر نضل نحاول نقوم بسبب قوة الحياة اللي فينا. وهي كانت أخبار تستاهل نشاركها. أنت حلو شو ما كان شكلك لونك دينك، اللي هلو لو كنت غير شكلك لونك دينك، أنت بترتل